جايه من مكناس من كل خدمه فاتحه واجي لا 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 راه بغى البيت ومسكينة ماتت انا كنت مسافر مشيت الخدمه عيطوا لي في الخدمه قالوا لي راه الدار طاحت من جيت نشوف قالوا لي راه الدار الوليدات لاباس عليهم بعدا هذيك الدريه راه ماتت الدريه طاحت عليها الدار ماتت والوليدات حضهم لي الله انا دابا برك نزلو انا منهم انا بات الدراري وكنت بس كنا ديالي من حق ديال ولا الله الوليدات تقول كنت بس كنا سكنا من الموت انا وليداتي اربعه الوليدات والمراه هي امهم هي خمسه وانا خرجت مع الستة ونص يلا خرج دوريا جل الدار طاح خدمة انا من الخدمة الجاية خدتوني ديالي احنا ساكنين هنا في هذه الحومه هنايا وهاد السيده كنعرفوها الله عمرها دار وسكن كتمنى الامنيه ديالها وكتمنى الحياه ديالها وكتغدي العرس هذا الشهر واقيلا في شهر 6 واقيلا ولا شهر 7 ومهم اسيدي حتى قدر الله مسكين عليها حتى توفات ومسكينه كيعرفوا الجيران وصحاب الدار وكيعرفوا مولين الدار كاملين زعما ما كاينش خوتها كيجي يشاوروها كلشي ما لا اله الا الله محمد رسول الله صاحب قاتلو ولكن الله يجزيك بخير خص الدوله تطلع بهذا الحي كامل من راس لراس